هاتولي ابنة. انا عايز بنص جنيه بدر النب. ران الشيخ احا على السوشيال ميديا الخازوق. الف سلام عليك يا اختي. كلنا عارفين ان الخيانة الزوجية بقت حاجة مرعبة. جسوي احمد جامايكا ابن الشرقية، وكمان بداية السنة التانية. سمعت عن الهالوين؟ الحلوين عالم زمان. مصر والكويت طول عمرهم ايد واحده. كورونا ديت حاجه مش موجوده. رايك ايه في اعلان احمد مكي الجديد بتاع؟ سمعت عن حوار الشقط عند الانستغرام؟ اتوبيس الزمالك راح فين يوم ماتش الاهلي؟ ايه رايك في مهرجان عود البطل؟ تختاري جود بوي ولا باد بوي؟ بس كان فيديو عالجامد والله. اكتر فستان شدك في مهرجان الجون الزمالك؟ رانيا يوسف. شفت مسلسل ما وراء الطبيعه؟ شايف اللي حصل بالنسبه لشيكابالا صح؟ الفرق ما بين راس السنه والكريسماس؟ طبعا دي الصوره اللي اتعودتوا تشوفوها معانا خلال السنه، لكن ايه اللي حصل عشان نطلع ده كله؟ ده اللي محدش يعرفه. خلال السنه قابلتنا مواقف كتير، منها اللي ضحكنا ومنها اللي كان تقيل علينا شويه. ترويع الطفلات دي سريعه. عشان الشمس كده اتصورت وشكلك بس يا عسل. فجيريو بس يا شكلك بقى قولي روج وقولي مثلا نايلاين. لا ما هي المشكله لازم تعالى بس حل المشكله. انت هتحل المشكله. سوري لا ما اعرف. ضحك علينا يا عم. ضحك عليا. ما انا مش عارف. لا لا يا عم لا مش والله العظيم بقى. صباح الفل. ثلاث سنين كنا معاكم، والنهارده بدايه سنه جديده ولسه مكملين معاكم، لسه عندنا افكار وابداعات هنكسر بيها الدنيا. استنونا في 2021 بشكل مختلف جدا. كل سنه وانتم طيبين. وردوش البوظه على ابو كبير ميديا يابا. سلام يا تجيل.